يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وأنا إن شاء الله يعني نكمل في السلسلة التي بدأنا فيها في أحداث آخر الزمان. نذكركم أنه إحنا سلسلتنا قسمناها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأولاني نتكلم فيه في شخصيات آخر الزمان، ونذكر أن الشخصيات المحورية التي توجد في ساحة آخر الزمان، يعني نحن نبدأ من لحظتنا ونقول نحن على عتبة أول إشي السفياني، ثم بعدها سيظهر بإذن الله المهدي، ويتزامن مع ظهور المهدي يعني أحد أمراؤه أو وزراؤه الذي يدعى القحطاني، وهذا سيملك من بعد المهدي وسيسوق الناس بعصاه. وفي حياة المهدي سيظهر الأعور الدجال، ومكث الأعور الدجال كما قلنا 40 يوم. حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن أصعبها أولها يوم كسنة، ثم بعديها يوم كشهر، بعدين يوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيام. وفي آخر أيام الأعور الدجال، نعتقد في آخر يوم من أيام الأعور الدجال، سيظهر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سينزل في المنارة البيضاء في منطقة سوريا، في سوريا، ثم يتقدم إلى بيت المقدس، وسيلحق بالأعور الدجال ويقتل في بيت لد. وسيبقى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن، يعني اختلف فيها كم مقدار هذه الفترة. البعض يقول 7 سنوات، والبعض يقول 40 سنة، لأنه الحديث تشير لأنه هو راح يعيش 40 سنة. ففي البعض قال إنه عاش سيدنا عيسى في مرحلته الأولى 33، فتبقى له قديش 7، ولكن نقول هذا ضعيف. ليش؟ لأنه القرآن الكريم تكلم عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفه بكلمة وكهلة، والكهولة يعني تتطلب إنه هذا الإنسان، إنه الإنسان يصل إلى عمر متقدم في الزمن. عشان هيك بنعتقد إنه هو سيملك 40 سنة بعد نزوله الثاني، فبيصيروا مع 33، يعني بيصيروا 73 سنة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. في حياة سيدنا عيسى كما قلنا يعني ستظهر يأجوج ومأجوج. وفي حياة سيدنا عيسى وبعد موت المهدي، قلنا إنه المهدي سيملك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين 5 أو 7 أو 9 سنين كل حياته، ثم يملك بعدها القحطاني.
يعني القحطاني سيتزامن مع سيدنا عيسى، يعني بعد سيدنا بعد المهدي سيأتي القحطاني وسيتزامن مع سيدنا عيسى. ثم في فترة ما، لربما في حياة القحطاني أو بعد القحطاني، ولكن في حياة سيدنا عيسى ستظهر يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، وفي ظهورهم سيدنا عيسى سيعصم الناس ويأخذهم إلى جبل الطور عصمة من يأجوج ومأجوج. ثم الله سبحانه وتعالى سيقضي على يأجوج ومأجوج. ثم بعد موت سيدنا عيسى نعلم أنه في كمان شخصية ستظهر يقال لها ذو السويقتين من الحبشة. هذه الشخصية ستهدم الكعبة، فإن هدمت الكعبة بدأت الهداية بالانحصار، يعني الناس ستبدأ بالرجوع عن دين الإسلام. ويعني يقال أن هناك بعض الأحاديث تتكلم عن شخصية اسمها الجهجة، ولكن يعتقد الأرجح أن الجهجة هي صفة هذا الشخص اللي راح يهدم الكعبة اللي هو ذو السويقتين. عشان هيك يعني نعتقدهم أنهم شخصية واحدة. بعد انهدام الكعبة بفترة ما ستشرق الشمس من مغربها، وإذا أشرقت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، انغلق باب التوبة. ثم بعد انغلاق باب التوبة ستظهر دابة تكلم الناس، الله سبحانه وتعالى سيخرج هذه الدابة تكلم الناس، وستنقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ولكن ما في مجال أنه حدا ينقلب من جهة إلى جهة أخرى لأنه باب التوبة بيكون قد أغلق. ثم ستأتي ريح تقبض كل أرواح المؤمنين ولا يتبقى إلا شرار الناس، ثم تظهر نار تقود الناس وتحشرهم إلى عدن أو إلى منطقة معينة إلى محشرهم، ثم تحدث كل أهوال يوم القيامة. هذه الشخصيات إخوان الرئيسية والمركزية. هلأ في شخصيات كما قلنا جانبية ستظهر، مثلا مع السفياني سنتكلم عن شخصيتين هم الأصهب والأبقع، وهناك اعتقاد أن الأصهب هو بشار الأسد، وراح نفصل في هذا الشيء، وأن الأبقع هو أبو بكر البغدادي يعني داعش، وأن السفياني راح يخضع كل من الجهات المتقاتلة في بلاد الشام، منها جبهة النصرة ومنها تنظيم الدولة ومنها النظام القائم في سوريا، ونقول الله أعلم، ولكن سنفصل في هذا الأمر. يعني في شخصيات جانبية ستظهر وسنتكلم عنها إن شاء الله في دروسنا السابقة. يعني قبل ما نيجي لهذه النقطة، يعني تكلمنا أنه بعد ما إحنا نتكلم عن الشخصيات سنتكلم بعدها عن الإشارات، وأهم الإشارات على الإطلاق التي تبين أنه إحنا في آخر الزمان هو الطارق أو الدخان. الطارق أو الدخان هي إشارة ظهور الأعور، يعني بعد ظهور المهدي، المهدي نفسه وظهور المهدي نفسه وبيعة المهدي نفسه هي أعظم الإشارات على أنه إحنا في آخر الزمان، أعظم الإشارات على الإطلاق. وبالأخص عندما يخسف الله سبحانه وتعالى بجيش المهدي في الأرض، بجيش سفياني الأرض، يعني لما يخرج جيش السفياني للقاء المهدي سيخسف سبحانه وتعالى بهذا الجيش الأرض، وهذا الخسف سيكون أعظم إشارة على صدق بيعة المهدي. المهدي نفسه إشارة لآخر الزمان كما قلنا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول واقترب الوعد الحق. فإذا ظهر المهدي نعلم أن الوعد الحق قد جاء. الوعد الحق إخواني مش حدث واحد، لما نتكلم عن كلمة الوعد الحق هي مجموعة من الأحداث، مش حدث واحد، ولكن أهمها اللي هو نزول سيدنا عيسى، الأعور الدجال، مجيء الأعور الدجال، نزول سيدنا عيسى، ثم قتل سيدنا عيسى الأعور الدجال، ثم زوال دولة بني إسرائيل، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم موت يأجوج ومأجوج. كل هاي ذكرناها مع بعضها شو اسمها؟ الوعد الحق. الوعد الحق، فالوعد الحق مربوط بهذه الإشارات كما قلنا. كمان مرة بعيده، الأعور الدجال، عيسى، يأجوج ومأجوج، الثلاثة مع بعضيهم بربطهم في عقد واحد بسميهم إيش؟ مع زوال دولة
إسرائيل، الأربعة مع بعضهم يعني نربطهم في عقد واحد ومنسميهم الوعد الحق. فظهور المهدي هو إشارة لهذه الأمور. هلأ بعد المهدي ستأتي إشارة أخرى لإيش؟ لمجيء الأعور، وبالتالي لأنه إحنا بنعرف إنه الأعور مجيئه 40 يوم، وفي آخر 40 يوم مجيء عيسى، وبنعرف إنه مجيء عيسى ظهور يأجوج ومأجوج، وبالتالي يعني كل الأربع شغلات اللي إحنا ذكرناهم راح يكون لهم نفس الإشارة، ألا وهي الطارق أو الكوكب ذو الذنب أو الدخان. فراح نتكلم عن هذه الإشارة إن شاء الله بشيء من التفصيل. يعني بعد الحديث عن الشخصيات راح نتكلم عن الكوكب ذو الذهب أو الدخان، أو كما يقول البعض نجمة الميلاد، عند النصارى يسموها نجمة الميلاد. راح نتكلم عن هاي، ثم بعد ما نتكلم عن هاي الإشارة راح نتكلم عن التسلسل الزماني، يعني السلم الزماني للأحداث، ومن ضمن هاي الأحداث اللي بنسميها الفتن، يعني راح نتكلم عن الفتن والحروب والمعارك اللي راح تصير بين ظهور السفياني والمهدي، وطبعا مع مجيء عيسى، وراح نتكلم عن فتح روما ان شاء الله، وفتح بيت المقدس والملحمة الكبرى والملاحم الجانبية الاخرى اللي راح تصير مع الفتن الاخرى اللي راح تصير. وراح نتكلم عن الاشارات كما قلنا، ثم نتكلم عن الاحداث. هلا في دروسنا السابقة اخواني وصلنا عند شخصية الأعور الدجال، وقلنا ان الأعور الدجال يعني اختلف في امره، اختلف في امره. وهون اخواني يعني من الامور اللي بدي ابينها ولازم ابينها، نحن قلنا في دروسنا السابقة بناء على احد الروابط اللي ارسلها لنا احد الاخوان، انه الشيخ جرار يقول انه الأعور الدجال هو ابليس، فبعت لنا رابط لدرس لما شاهدنا هذا الدرس يعني يقول هذا القول. ولكن أحد الإخوان أيضا بعت لنا كمان تعقيب إنه الدرس اللي موجود على الإنترنت مش كامل، وإنه الشيخ جرار بقول في آخر درسه إنه هذه كانت فرضية وضعناها، وقال في آخرها إنه هو يقول بعدم صدق هذه النظرية. فلما يأتي إنسان ويحط جزء من درس، شو بتصير الحقيقة؟ تماما منقلبة، يعني بقلب الحقيقة. وهون إخواني منذكر لكل إنسان بنقل درس من دروس أحد العلماء أو الشيوخ أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ما يقطع الدرس وما يأخذ جزء منه، إما بحط الدرس كله كما هو حتى أنه الناس تتبين. فإحنا هون إخواني يعني لأنه إحنا ذكرنا هاي النقطة في دروسنا لازم نذكرها من أول جديد، ونقول إنه الدرس اللي وصلنا للشيخ جرار هو جزء من درس، وباقي الدرس تبعه ينقد الكلام، يعني ابتدأ بنظرية يقول فيها إنه الأعور الدجال هو إبليس، وفي نهاية درسه هذا الإشي ما شفناهوش ولكن نبهنا عليه أحد الإخوان، إنه يقول الشيخ جرار يعني حتى إنه بعت للجملة اللي بيقولها، بقول في العامية اسحوا تفكروا إنه إحنا اللي قلناه في أول الدرس صحيح، إحنا تكلمنا عن نظرية عشان نبين لكم إنه هاي النظرية غير صحيح. عشان هيك إخواني يعني وجب التنبيه إنه ذكرنا هذا الشيء في دروس. هذه نقطة. كمان نقطة إخواني يعني من الشغلات اللي بتجينا، من التعقيبات اللي بتجينا، يعني جانا تعقيبات كثيرة على موضوع التطعيم. موضوع التطعيم هون إخواني من نبي، أي تطعيم مشبوه ومش من الأمور الدارجة والمتعارف عليها واللي احنا عرفناها خلال السنين الطويلة وتعاملنا معها وما في له داعي، أنا بنصح وبشدة عدم أخذ هذا المطعوم وعدم إعطاء هذا المطعوم لأبنائنا. يعني الأمور اللي احنا جربناها وعرفناها وشفناها على مدى 30-40 سنة اللي احنا عشناهم، وهذا اشي واقع عشناه بنكمل فيه. أما الشغلات الجديدة اللي عمالها تظهر على الساحة وهي مشبوهة ومش معروفة، بننصح بشدة إنه ما حدا يأخذها لهذه المطاعم. عشان هيك إخواني كمان مرة نبهنا على هذه النقطة، لأنه لا زال وبالأخص من الجزائر يعني في مشكلة في هذا الموضوع، إنه وزارة الصحة في الجزائر بتحاول تفرض
مطعوم على الناس وتحاول تسويه مطعوم جبري، وما في إشي يعني هي تتكلم عن التطعيم ضد أمراض يعني مطاعيم تانية تقوم بعملها. فهذا إخواني يعني صار في جدل في هذا الموضوع، عشان هيك بننبه وإحنا بنقول إنه إذا ما في له داعي إحنا بننصح بعدم أخذ. هذه كمان نقطة إخواني نذكرها. كمان نقطة إخواني بدنا نذكرها وهي الآيتين اللي إحنا تكلمنا عنهم اللي تتكلم عن المهدي، عن الأعور الدجال، عن إبليس. وقلنا يا إخوان تكلمنا في آخر درسين، تكلمنا في آخر درس، الدرس مش الأخير اللي قبله، إنه في شخص على الإنترنت بعث لنا موضوع يتكلم إنه هدول الآيتين تتكلم عن المهدي. وقلنا يا إخوان إحنا بحثنا عن هذه الآيات في السابق يعني بحسب مطلب بأحد الرؤى، وجدنا آيات أخرى، ولكن الآيات اللي هو وجدها كانت آيات عظيمة. وفي الدرس مش السابق اللي قبله فصلنا وجهة نظر هذا الشخص في شرح هذه الآيات. وبعدين الناس وأجاني طلبات من الناس إنه إحنا بدنا نسمع وجهة نظرك أنت في شرح هذه الآيات. فدرسنا السابق يعني كان يتكلم عن شرح هذه الآيات، وقلنا يعني في هذه الآيات نحن نرى إنه سيكون إبان ظهور الأعور الدجال سيكون إبليس رجل في جيش الأعور الدجال. فالقدرة البشرية، القدرة البشرية أعظم من القدرة الجنية أو عند شياطين الجان، وهذا يعني فيه تفصيل كثير. ولكن إخوان يعني إحنا طرحنا وجهتين النظر، إحنا ما بخلنا وقلنا إنه هذا الشخص وجهة نظره كالآتي. هو يرى إنه الأعور الدجال سيكون مملوك لإبليس. أنا رأيت العكس إنه إبليس سيكون مملوك لمين؟ للأعور الدجال. هذه وجهات نظر، وكونها وجهات نظر المفروض إنها ما تؤدي لأي خلاف، كل إنسان يطرح وجهة نظر. فهذا الشخص إخواني يعني بعت لي رسالة وبقول فيها وأنا بطرح رسالته على العلن، بقول لي فيها اتقي الله. يعني كيف راح يكون إبليس جندي عند الأعور الدجال؟ هو يطرح بهذه العبارة، وحتى إنه إخواني يعني في نهاية رسالته بقول إنه هذه آخر رسالة راح يبعث لي إياه. إخواني هو بدنا ننبه النقاش اللي عنا إحنا المسلمين بيختلف، وطريقة النقاش تختلف عن طريقتها عند الكفار. وللأسف الكفار بيكون في عندهم وجهات نظر كثيرة ومختلفة، ولكن تجمعهم طاولة مستديرة، بيجلسوا جميعهم حوالين هذه الطاولة وكل واحد بيطرح وجهة نظره. وحتى لو كانت وجهات النظر مختلفة، حتى لو تناقشوا وتجادلوا واختلفوا، شو بتمهم؟ تمهم مجتمعوا حوالين هذه الطاولة. وهذا أمر رباني، والله سبحانه وتعالى أمرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وللأسف شو منقول؟ إنه الأمر الرباني شو فيه؟ في التزام، في عند مين؟ عند أعداء الدين، عند الكفار. ولكن إحنا المسلمين مجرد ما تختلف وجهات النظر بيناتنا شو بتلاقي؟ مباشرة اللي انت اختلفت انت وياه قطع الطريق اللي بينك وبينه وما بده يحكي معك من اجدك. اخواني هذه نقطة حبينا ننبه عليها فقط للأمانة العلمية. كمان نقطة اخواني من ننبه عليها، يعني في بعض الرسائل جاءتني في الفترة الأخرانية، وهون بدي أنبه انه مثل هاي الرسائل امتى بتجيني؟ تجيني في حالات مخصصة، حالات معينة. يعني إحنا أعطينا مئات الدروس، ولربما يعني فاقت الألف درس لغاية الآن. إمتى بيجي رسائل من هذا النوع؟ لما تتكلم عن أحد ملوك الأرض أو أحد الزعماء أو أحد الحكام، مباشرة شو بتلاقي؟ بتلاقي رسائل معينة مخصوصة أجتك. شو نص هذه الرسائل؟ يعني من أين لك هذا؟ آخر مجموعة من الأسئلة لمجموعة من الأشخاص، شو كانت الرسائل؟
كان رسالة كالآتي: يا شيخ أنت تفسيرك للقرآن الكريم من فين بيجي؟ هل هو من الأثر ولا من الرأي؟ شوفوا أخوان، مجرد ما واحد يطرح عليك هذا السؤال يعرف شو اللي بده إياه من بعيد. إذا أنت قلت له من الأثر، الأثر أصلاً يعني علماء القرآن، علماء التفسير، يعني كانوا يتكلموا في زمانهم بأمور تخصهم. القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، والله سبحانه وتعالى يقول: ثم إن علينا بيانه، يعني في كل فترة زمانية سيظهر معنى لإحدى آيات القرآن الكريم تتوافق مع إيش؟ مع المرحلة الزمنية اللي إحنا عايشين. لهذا السؤال اللي يطرح ليش؟ لأنه هو في النهاية بده يقول لك أنت كلامك خطأ، بس ما بده يجي يقول لك أنت كلامك خطأ هيك من الشباك من الباب للطاقة مباشرة. شو بيجي؟ بيجي بحيلة. شو هاي الحيلة؟ بتقول لك، بقول لك أنت من فين أجا كلامك؟ يعني أنت بتفسر القرآن بالأثر ولا بالرأي؟ إذا قلت له بالأثر معناه طيب هذا كلام، إحنا نتكلم عن آخر الزمان، ما حكوا في الأثر، هذا الكلام ما حكوا في الأثر، من فين جبته؟ لذا أنت قلت له في الرأي، شو بده يقول لك؟ يقول لك الرأي مش موجب والرأي غير صحيح، وإحنا بدنا إيش نفسر القرآن بإيش؟ بالأثر المعروف عن علماء الشرع والدين والقرآن. عشان هيك إخوان، أي إنسان راح يطرح علي هذا السؤال مباشرة وحتى ما من غير ما أعرف شو هدفه من السؤال، راح أفترض سوء النية في سؤاله، وراح مباشرة أحضره من الصفحة تبعتي وألغي الصداقة معه، ويعني خليه إنه هو يدور بطريقته ويعيش حياته، وإحنا منعيش حياتنا بأسلوبنا وبطريقتنا، عشان هيك يكفينا فكره وطريقته اللي هو بتبيعه. زي ما حكينا هاي الأسئلة إمتى بتظهر؟ يعني ظهرت لي مرة لما تكلمنا عن الملك سليمان، وقلنا إن الملك سليمان بيحاول إنه ينفك عن الحلف أو معاهدة الصلح اللي صارت، أو معاهدة الحماية اللي صارت بين السعودية وبين أمريكا. مباشرة جاءتني مجموعة من الأسئلة بهذا الأسلوب. وآخر مرة لما تكلمنا عن إيش؟ تكلمنا عن السفياني، وقلنا إنه ملك الأردن يعني لا يعلم ماهية السفياني ولكنه سيجبر عليه. في هدول الدرسين شفت مثل هيك الأسئلة. فهذه الأسئلة إخوان مباشرة يعني بخرج منها رائحة غير سليمة، بالأخص لما أنت تتكلم في هذه الأمور، ولكن لا نرى هذه الحرقة لما أنت تحكي بتفسير القرآن وتتكلم بتفسير القرآن في مواضيع أخرى. منشوف هاي الحرقة، أنت منشوف هاي الحرقة لما تتكلم عن ملوك الأرض وللأسف. طيب هذا كمان إخواني نقطة تكلمنا فيها. هلأ بنرجع، وقلنا إنه آخر دروسنا كانت تتكلم عن الأعور الدجال، وقلنا إنه الأعور الدجال إخواني يعني شخصية فريدة في الزمان، من زمن سيدنا آدم إلى آخر الزمان. حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنه فتنة الأعور الدجال هي أعظم الفتن. أنا خرجت كل الأحاديث التي تتكلم عن الأعور الدجال، رح نقرأ رؤوس الأقلام عن الأحاديث، ما رح نحكي كل الأحاديث ولكن رح نقرأ العناوين ونتوقف عند العناوين بعجالة إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله إذا صار في مجال سنفصل، أو إني راح أسوي موضوع نصي في الأحاديث وأوضع في رابط لأحد الدروس للي بحب إنه يراجع هاي الأحاديث. ولكن العناوين اللي إحنا بدنا نطرحها كالآتي. بطرح العناوين ليش؟ عشان إذا أي واحد بده يستفسر عن هذا العنوان أو بده الأحاديث اللي تحت هذا العنوان، إن شاء الله نفصل فيها في دروسنا القادمة إن شاء الله. العنوان الأولاني التي تتكلم في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم عن خطورة فتنة الدجال. كما قلنا إنه فتنة الدجال هي أعظم الفتن على الإطلاق، والأعور الدجال إخواني يعني في شخصيتين فقط عبر التاريخ قادرين على التعامل مع مين؟ مع الأعور الدجال. أما الشخصية الأولى مين هم؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا صلى الله عليه وسلم
انه اذا خرج الاعور الدجال وسيدنا محمد فينا، مين راح يكون حجيج الاعور الدجال؟ سيدنا محمد سيكون حجيجه، يعني سيدنا محمد قادر على التعامل مع الاعور الدجال. والشخصية الثانية اللي معروفة وقادرة على التعامل مع فتنة الاعور الدجال اللي هي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ومنعرف من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه لما يرى الاعور الدجال سيدنا عيسى رؤيا العين، شو بده تصير؟ سيذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني الهالة اللي كانت موجودة عنده والعظم اللي كان مفرجيها للناس ومقنع الناس فيها شو راح يسويها، راح تزول مباشرة بمجرد رؤية سيدنا عيسى، وسيتبع سيدنا عيسى إلى بيت لد وسيقتله بحرب. فهذه إخواني الفتن، أو هذه يعني العنوان الرئيسي. ونذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فتنة شبه لنا فتنة الأعور الدجال بفتنة القبر، بعذاب القبر. شوف الفتنة التي نفتن فيها في القبور، ربط لنا صلى الله عليه وسلم ما بين فتنة القبور مع مين؟ مع فتنة الأعور الدجال، فهي أكبر الفتن التي نعلمها على الإطلاق. ثم العنوان الثاني إخواني، وفي مجموعة من الأحاديث، اللي هو مشروعية الاستعاذة من الأعور الدجال. إن هناك مجموعة من الأحاديث التي نستعيذ فيها، بين لنا وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة فيها من الأعور الدجال، حتى إنه عقب كل صلاة نصليها نستعيذ ونقول اللهم أعذنا، أو اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة نار جهنم، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. فنستعيذ في عقب كل صلاة من إيش؟ من أمور أربعة، منها فتنة القبر، منها فتنة جهنم أو نار جهنم، منها فتنة المحيا والممات، ومنها فتنة الأعور الدجال. فهذه الفتنة ربطت مع هذه الفتن الثلاثة، وكون الرسول علمنا الاستعاذة من فتنة الأعور الدجال، فالاستعاذة من الأعور الدجال فتنته يعني مشروعة شرع. العنوان الثالث الذي نريد أن نتكلم فيه، أن الأنبياء جميعهم، عنوان الأنبياء جميعهم، حذروا أقوامهم من إيش؟ من الأعور الدجال. هون إخواني يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، وإحنا بنعرف أول أنبياء مين هو؟ سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الحياة سيدنا آدم كان سيدنا إدريس، وبعدين جاء سيدنا نوح، وبعدين باقي الأنبياء لحد ما جيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء ورسل. كون الأنبياء جميعهم حذروا من فتنة الأعور الدجال، فالأعور الدجال ذكره من أمتى موجود؟ من بداية سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. آدم حذر من فتنة الأعور الدجال. ليش؟ لأنه هذه الفتنة من أعظم الفتن اللي راح تكون في آخر الزمان كما قلنا. فكل الأنبياء حذر. هون إخواني كمان نقطة، يعني بعض الناس راحت لأنه كون الأنبياء حذرت من فتنة الأعور الدجال، بعض الناس راحت أنه الأعور الدجال موجود جسداً من إمتان؟ من زمن سيدنا آدم. ولكن نقول إن لا يوجد شيء يدل على بداية الأعور الدجال. قلنا بنظريات احتمالات، ولكن يعني ما رجحنا هذه النظريات ولا رفعناها لدرجة الفرضيات وقلنا إنه هذه صارت قانون أو نظرية قوية. هاي النظرية يعني الافتراضية اللي بنقولها، قلنا إنه أحد الفراعنة اللي اسمه حورس قد يكون الأعور الدجال، البعض قال في هذا القول، والبعض قال إنه السامري اللي كان على زمن سيدنا موسى هو الأعور الدجال، وفي البعض اللي رجع الأعور الدجال إلى ما قبل سيدنا موسى، وفي البعض اللي قال إنه ابن صياد اللي كان موجود على زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأعور الدجال، من ضمنهم عمر بن الخطاب، من ضمنهم ابن عمر. ابن عمر كان يقسم بالله أن ابن صياد هو الأعور الدجال. فيعني هذه مجموعة من النظريات، ولكن إخوان الأفضل والأحوط أن نقول إنه الأعور الدجال شخصية خلقها الله عز وجل على غير سابقة وجود،
كيف الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا عيسى بلا أب، فيكون خلق الأعور الدجال بصورة مخصوصة خلقها فيها سبحانه وتعالى. فهذا إخواني كمان عنوان من العناوين اللي راح نذكرها إن شاء الله، واللي هي تحذير الأنبياء أقواهم من الدجال. ثم كمان عنوان اللي هي علامات ظهور الدجال، علامات ظهور الدجال. طبعا إخواني يعني من أعظم العلامات لظهور الدجال شو هي؟ مجيء المهدي. المهدي سيأتي قبل الأعور الدجال. فأقوى علامة على ظهور الأعور الدجال ظهور المهدي. إذا إحنا شفنا المهدي مباشرة شو منقول؟ منقول هي بضعة سنين، بضعة سنين على أقصاها، يعني أقصى حد ما بين المهدي ما بين الأعور الدجال 9 سنين، ولكن قد تكون أقل، لأنه ممكن المهدي يعيش بعد الأعور الدجال بضعة سنين، لأن كل حياة المهدي قديش؟ 5 أو 7 أو 9. فلو فرضنا إنه كل مدة المهدي كانت في أو قبل الأعور الدجال، فبكون أقصى مدة ما بين المهدي وما بين الأعور قديش؟ 9 سنين. ولكن كما قلنا مش شرط، لأنه ممكن إنه يكون على سبيل المثال بين المهدي وبين الأعور سنة أو سنتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن إخوان ما بين المهدي وبين الأعور في كمان إشارة، تكلمنا عن كمان إشارة، وإشارة مهمة لظهور الأعور، ألا وهي الكوكب ذو الذنب، أو منسميها الطارق أو الدخان. هذه إشارة لظهور إيش؟ لظهور الأعور. وإذا ظهر الأعور مباشرة ظهور الأعور، شو بتكون إشارة لإيش؟ لمجيء عيسى عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه ما بين الأعور وعيسى قديش فيه؟ 40 يوم فقط لا غير. فهذا التسلسل الزمني في الإشارات، إشارة المهدي، الخسف بجيش السفياني، بعدين الكوكب ذو الذنب، بعدين بيجي عنا الأعور الدجال، بعدين شو بيجي عنا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الإشارة. فهي العلامات اللي بتدلنا، أو أهم العلامات، وفيها أحاديث كما قلنا، واللي راح نفصلها إن شاء الله في الإشارات، راح نتكلم عنها في مجموعة أحاديث لا بأس فيها في هذا الموضوع. بعدين إخواني كمان موضوع راح نذكره، وهو كثرة الدجاجلة قبل خروج الدجال. كثرة الدجاجلة قبل خروج الدجال، يعني هناك أشخاص سيظنوا ويعتقدوا أنه أشخاص آخرين هم مين؟ هم الدجال. يعني أعطيكم مثالين يعني فقط من الرسائل اللي جاءتني اليوم، ما بدي أرجع لرسائل جاءتني مبارح أو أول مبارح، خلال أسبوع أو خلال شهر، لا فقط للرسائل اللي جاءتني اليوم. في الرسائل اللي جاءتني اليوم يعني رسالتين يتكلموا عن شخصيتين هم الأعور الدجال. من الرسائل اللي جاءتني اليوم يعني إحدى الرسائل بتقول إنه في شخص يقسم بالله وأنه يقول أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، والرسول بقول في المنام أنه عم خالد من هو؟ هو الأعور الدجال. طبعا إخواني مباشرة مثل هذه الرؤية ترد، يعني حتى لو هذا الزلمة شو بقول؟ بقول أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، وبقول أنه عم خالد هو الأعور الدجال. ليش منردها؟ منردها ومنقول انه اللي رآها واحدة من تنتين، اما انه كاذب يكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن سنحسن الظن وما راح نقول عنه كاذب. شو راح نقول عنه؟ عنه مخطئ. مخطئ شو يعني؟ يعني تهيأ له انه شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما شاف الرسول في المنام، ولكن اعتقد انه هو شاف الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش بنرد هاي الرؤية؟ لأنه كما قلنا يا إخوان مجيء الأعور الدجال راح يكون بعد إيش؟ بعد مجيء المهدي، وبعد مجيء الطارق، وبعد السفياني، وبعد الخسف جيش السفياني. طيب فين كل هاي الإمارات؟ إحنا نشوفنا عمل خالد من سنين موجود بناتنا، فمعناه المفروض كل هاي الأمور تكون أيمتان؟ قبل ظهور عمر خالد. لكن إحنا ما شفنا هذه الإشارات، فنرد هذه الرؤية ونقول إنه صاحبها كما قلنا إحساناً للظن أنه
مخطئ ولم يقر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه من الرسائل اللي جاءتني اليوم. كمان رسالة من الرسائل اللي جاءتني اليوم، يعني في شخص بقول انه في شخصية معينة وبعت لي صورته على الانترنت انه بيعتقد انه ايش، انه هو الاعور دجال. ولسه يا اخواني في رسائل كثير جاءتني، في ناس بتعتقد انه ترامب اللي موجود اللي هو الرئيس الامريكي الحالي شو هو الاعور دجال، وكثير من الشخصيات تم الاشارة اليها انها ايش الاعور دجال. ففي احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بتبين انه في اخر الزمان وعند فترة خروج الأعور الدجال الفعلية ستكثر إيش الدجاجلة، وسيكثر الإشارات إنه أناس آخرين مالهم هم الأعور الدجال. هذا إخواني كمان فيها أحاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. العنوان اللي بعديه إخواني، هلا بالنسبه لنا يا اخواني نعلم انه الاعور الدجال طاغوت. شو يعني طاغوت؟ طاغوت يعني سيدعي انه اله وسيطلب من الناس ان تعبده. والطاغوت اعلى من المشرك واعلى من الملحد واعلى من الكافر. يعني في عندنا كافر درجه، وفي عندنا الملحد والمشرك درجه، واعلى منهم ايش بيجي؟ الطاغوت او الطواغيت. فابليس من الطواغيت، والاعور الدجال من ايش؟ من الطواغيت، من الطواغيت. الاعور الدجال ماهيته انه طاغوت. فكونه طاغوت ما بتقدر تقول عنه مثلا نصراني او يهودي، وما بتقدر تقول عنه انه من عبدة الشياطين. بالعكس الشياطين او فئة من الشياطين، وفئة من الشياطين ايش راح تسوي؟ راح تعبد الاعور الدجال على انه اله يعبد من دون الله. فدرجة الأعور الدجال شو هي؟ درجة الطواغيت، وهي أعلى ومن أعلى درجات الكفر والشرك والإلحاد والتفسير. الله يجزيك. فكمان إخواني يعني لما نيجي يعني هون إخواني كمان نقطة، طالما إحنا وصلنا لترامب يعني نبين نقطة مهمة للي بحب يعرف. في برنامج تلفزيوني يذاع في التلفزيون اسمه سيمبسون او عائلة سيمبسون، اذا حدا سمع فيه او حضرها. عائلة سيمبسون هو برنامج تلفزيوني تابع لعبدة الشياطين. يعني مين اللي صممه؟ عبدة الشياطين. في برنامج او في عائلة سيمبسون سنة الالفين للي بيرجع، والبرنامج موجود على الانترنت. يعني جاءت حلقة من عائلة سيمبسون جاء فيها ان ترامب وصل للرئاسة، واحنا بنعرف ترامب وصل للرئاسة اي سنة؟ 2017. هاي السنة 2017، يعني بين ال 2000 وال 2017 كم سنة فيه؟ 2017. هون اخوان المفارقة اللي بدي اياكم تعرفوها، يعني للي بحب يطلب مني ببعت له الرابط تبع الفيديو، انه في الفيديو لما نتطلع على البرنامج التلفزيون تبع عائلة سيمبسون قبل 17 سنة كيف ترامب صار رئيس، يعني بيجيبوا لنا المشهد وهو برنامج كرتون يعني رسوم متحركة. ترامب بينزل على درج متحرك زي الموجود في الكنيونات، درج متحرك، وفي بكون اثنين من الحراس الموجودين في رأس الدرج بحموه، وبكون في حوالين ناس بترفع يافطات وبتهنوا بتهنيه في انه هو وصل للرئاسة. وترامب بيرفع ايده اول شيء، الايد الاولانيه وايد الثانيه بيسوي فيها باشاره الاصبع، هذا فين؟ وكمان فرجونا كمان واحد من الاشخاص اللي حاملين اوراق تاييد لترامب، الورقه منه بتوقع، هذا في ايش؟ في البرنامج التلفزيوني اللي هو الكرتون. وبعدين بيجيبوا لنا المقطع الفعلي اللي صار بعد 17 سنه كيف ترامب صار رئيس للولايات المتحده، وهو بنزل على نفس الدرج الكهربائي. اللي راح تلاحظوه اللي بتطلع على الفيديو هين انه الشخصيات اللي موجودة في الفيلم الكرتوني والحراس موجودين فعلا في نفس المكان، والشخص اللي حامل يافطة
موجود فعلا، والورقة بتوقع منه نفس الشكل، ونزول ترامب وحركة ايده الشمال وحركة ايده اليمين تماما تتطابق 100% ما بين البرنامج الكرتوني اللي كان قبل 17 سنة مع الواقع اللي حصل بعد 17 سنة. الاخوان نسأل شو المقصد من هذا الشيء؟ شو المقصد من هذا الشيء؟ المقصد الاولاني انه بيحاولوا يوصلوا الناس ان هم يستطيعوا ان يتوقعوا المستقبل، هذا الجزء. ولكن انا بقول اخواني هذا ليس بصحيح، لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله. ولكن شو ممكن يكون؟ ممكن يكون في عملية تخطيط قديش امتدت 17 سنة، ونتيجة التخطيط لمدة 17 سنة نجحوا انهم ينفذوا المخطط تبعهم. فالإيش اللي خططوه وضعوه قبل 17 سنة في برنامج كرتوني، ولما تحقق وصار حقيقة على الواقع، شو قالوا لترامب؟ تعال هلا شو بدك تسوي؟ بدك تسوي نفس الحركات تقليدا، نحط نفس الأشخاص في نفس الأماكن عشان نصور فيلم، وشو يطلع؟ يطلع متطابق مع الماضي. فالحاضر تم رسمه حسب إيش؟ حسب الماضي. وإياكم أن تعتقدوا أن الماضي ارتسم فين؟ في المستقبل أو على الحقيقة، لأنه هذه من أساليب الشياطين، هاي من أساليب إيش؟ الشياطين. وهذه الأساليب إخواني إحنا تعلمناها من زمان، يعني من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الشيطان يسرق خبر من فين؟ من أخبار السماوات، خبر واحد بسرق من أخبار السماوات وبنزل فين؟ فيه للأرض، ويخلط هذا الخبر المسروق وهو صادق مع إيش؟ مع 100 كذبة، وبنشرها بين الناس عشان الناس لما تشوف خبر صادق شو بتصدق؟ بتصدق 99 كذبة. فهم لما ينجحوا إنهم يرسموا خطة ويخططوا لها ويقعدوا 17 سنة يخططوها ويفرجوا الناس إنها تحققت، شو بدهم إياهم؟ شو بدهم يوصل للناس؟ إنه الشغلات التانية اللي إحنا بنحكيها شو راح تكون؟ راح تكون على الحقيقة. طبعاً الشغلات التانية اللي بيحكوها شو بيقولوا؟ بيقولوا إنهم سينتصروا على الله. وإياكم أن تعتقدوا إنهم سينتصروا على الله. نذكركم هم وضعين إبليس رقم 9، الأعور الدجال رقم 11، والله سبحانه وتعالى تبعنا قديش وضعين الرقم 10 في النص، ودائما يتجاوزوا عن الرقم 10. نذكركم إخواني وقلناها في دروسنا السابقة، يعني عند الأجانب في أمريكا إذا أنت احتجت مساعدة شوف تطلب الرقم عندهم 911. شو يعني 911؟ 911 بقولوها، يعني أنت بتسأل وبتطلب إبليس وبتطلب الأعور الدجال وبتطلب منهم العون، ومين بتتجاوز؟ بتتجاوز الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوبهم. فهم بيعتقدوا إنهم في آخر الزمان شو راح يسووا؟ راح ينتصروا على الله سبحانه وتعالى، وحاشا وكلا أن يكون هذا اعتقادهم. نذكركم كمان مرة يا إخوان إنه إشارتهم يعني أعطينا درس كامل سميناه البنك الدولي أو خديعة البنك الدولي، وشفنا كيف الدولار مرسوم عليه قديش. أول إشي مثلث، وهذا المثلث شو فيه بقلبه؟ عين الأعور الدجال. هذا المثلث ليش بشير؟ بشير القاعدة، حرب الأرض لفين؟ للرأس، للسماء. يعني هم بيعتبروا حالهم في حرب مع الله عز وجل، وبيعتبروا أن الله سبحانه وتعالى بيقاتلهم ويحاربهم في أرزاقهم وقدراتهم ودنياهم، ويريدوا أن يردوا هذه الحرب على الله سبحانه وتعالى. عشان هيك هم بيعتقدوا أنه في الحرب الجاي هم راح ينتصروا على الله. فعشان هم يوصلوا هاي الفكرة شو بدهم؟ بدهم يوصلوا أخبار للناس أنه شوفوا اللي توقعناه شو ماله حدث. وكمان إخواني بذكركم من الشغلات اللي هم خططوا لها فترة زمنية وبعدين حدث سووها وشفنا فرجيناكم يا إخواني في $20، الرسم في $20، في $5 والـ10 دولار والـ20 دولار والـ50 والـ100 دولار في 5 عملات، لما انت تتنيهم بطريقة معينة بتشوف برجي التجارة شو عمالهم بتهدموا
كأنه رسمة كرتونية عمالة تتهدد. شو بدهم يوصلوا للناس؟ إنه إحنا تنبأنا بإيش؟ بسقوط برجي التجارة، فبالتالي نستطيع أن نتنبأ بالأمور الأخرى، مثل ما تنبأنا بعلو ترامب نستطيع أن نتنبأ بإيش؟ بأننا سننتصر على مين؟ على الله. هذه إخواني من الحيل. عشان هيك إخواني نذكر إنه في آخر الزمان وعند التحدث أو عند لحظة ظهور الأعور الدجال شو راح يكثر؟ راح يكثر ذكر الدجاجلة. ذكر الدجاجلة ديش تم وقت؟ طيب إخواني يعني ما تمش وقت، يعني إحنا عمالنا بنقرأ رؤوس الأقلام مش عمالنا بندخل في الموضوع وانتهى الوقت. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله أكبر 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 الله